السلام عليكم، ازيكم؟ بصوا انا عارف ان احنا من ساعه ما جينا المكان الجديد ده وانا كل شويه بقول لكم هنعمل ريفيوهات مطاعم، هنعمل ريفيوهات اكل. الشهر اللي فات انا نزلت تقريبا اكتر من 8 فيديوهات، منهم فيديوهين اتنين بس كانوا اكل، والباقي بقى كان منتجات، حاجات جديده، كان في اكل بس حاجات سريعه التحضير بس. مش عارف ليه حاسس بقالي اسبوع كده الواحد نفسه كده رايحه للبيتزا. فمجرد بس ما فكرت ان انا نفسي في بيتزا لقيت الفيسبوك 40 محل بيتزا على الهوم بيج عندي، بالرغم ان انا ما كتبتش اي بيتزا. المهم لقيت عروض كتير جدا، ناس كتير بتقلد بعضها، كله تقريبا عامل عروض اتنين وعليهم واحده، ثلاثه بكذا، اتنين بكذا. فانا قلت خلينا نرجع زي زمان كده ايام ما كنا بنجيب عرض ونشوف هل هو فعلا يستحق السعر ده، هل هو حلو، هل مجرد عرض كده دعائي وخلاص. ونظرا لجو الاحباط اللي الواحد بيمر بيه اليومين دول، فانا قررت ان احنا نخلي الموضوع بسيط كده زي زمان. لقينا عرض هنجيبه ونجربه ونشوف هل يستحق، هل ده عرض فعلا، هل هما بيستقبلوا. فالنهارده وقع الاختيار على بيتزا ستيشن. بيتزا ستيشن هو براند مصري بتاع بيتزا، مش هقولك ان ناس كتير بتتكلم عنه اليومين دول، ولكن انا لقيت ريفيوهات عنه حلوه جدا اليومين دول. هو فروع مش كتير، هو ليه 3 فروع في القاهره وليه تقريبا 3 فروع في اسكندريه. ليه فروع القاهره، ليه فروع اسكندريه. انا طلبت من فرع الرحاب، ده اجدد فرع ليهم، والجديد بقى ان هم عاملين درايف ثرو بيتزا. درايف ثرو اللي هو ازاي، طب انت هتقف قد ايه عشان تجيب البيتزا دي؟ المفروض ان الدرايف ثرو بتبقى في فيري فاست فود، لكن بيتزا مش عارف، ممكن نبقى نروح نجرب موضوع الدرايف ثرو في البيتزا ده بس على الانستجرام. هم منزلين عرض اسمه تريبل ديل، 3 بيتزات حجم وسط ب 200 جنيه ولو جبتهم لارج ب 285 جنيه، والاسعار دي شامله الضريبه. تطبق الشروط والاحكام، لازم تطبق الشروط والاحكام. اصناف السي فود بره العرض، متوفر في الدليفري فقط بجميع الفروع ما عدا فروع اسكندريه، صاله ودليفري تيك اواي. ما اعرفش ليه يعني، ما احنا ممكن نروح برده هناك بس ممكن يكون الحجم هناك غير الحجم اللي بيجي لنا في الدليفري. انا هطلب الثلاث بيتزات دي وخلينا نشوف هيجي في وقت قد ايه والدنيا بقى عامله ازاي. بس على ما يجي الاوردر خلينا نعمل لايك للفيديو، شير للفيديو، سبسكرايب في القناه. الاوردر وصل بعد 85 دقيقه. هو بصراحه قال لي في التليفون من 60 ل 90 دقيقه، فهم كده في الوقت اللي هم قالوا عليه، بس ساعه ونص عشان استنى شويه بيتزا، ممكن يكون النهارده عليهم ضغط شويه، فخلينا ما نقفش عند النقطه دي كتير. العرض زي ما قلت لكم 3 بيتزات، انا طلبت الحجم الوسط، الثلاثه ب 200 جنيه، ولكن لازم تاخد واحده منهم مارجريتا. فانا طلبت واحده مارجريتا وطلبت واحده تشيكن رانش وطلبت واحده بيبروني، ولكن لقيتهم برضو بيعملوا سي رانش. انتوا عارفين يعني سي رانش بالنسبه لي ازاي، حاجه حلوه كده هما بيعملوها سلايس، ممكن يبيع لك السلايس. خلينا نبدا بالبيتزا المارجريتا دي، المفروض تجي لك مقفوله، لو اتفتحت ما تستلمش، ولكن يعني خليني اقول لك برضو ان هي بتتشال وبتتركب عادي جدا يعني. برضو هسيب لكم اسعار البيتزات لوحدها تحت هنا. حاطين معاها صلصه سويت شيلي، حلوه التفاصيل دي. حجم البيتزايه تمام، العجينه بصراحه رفيعه جدا، بصوا عامله ازاي، هي رايحه شويه ناحيه البيتزا الايطاليه. البيتزا مارجريتا دي بتبقى يعني عباره عن ايه، عجينه البيتزا وصلصه وجبنه وبس على كده يعني، ما فيهاش اي ابداع، عشان كده هم حاطينها لازم تاخدها في العرض. بسم الله، العجينه بتاعتها حلوه، 6 سلايسات من البيتزا دي، ولكن هي فعلا خفيفه جدا. عاده اصلا ما بجيبش البيتزا من البيتزا دي، لا بحب البيتزا يبقى عليها اضافات كتير، لكن دي طعم الصلصه فيها حلو، موضوع العجينه الرفيعه ده جامد جدا. ليفل تاني خالص من البيتزا، طعم الصلصه مسكر شويه. انا عرفت ان هم ليه حاطين لنا الصلصه السويت شيلي دي، اطراف البيتزا الناس اللي ما بتاكلهاش او بترميها مش عارف ليه، وهنغمسها. هي حارة بس شوية، حارة كتير. طعم الصلصة حلو، طعم الجبنة حلو، رفع العجينة ولا أروع، ولكن المارجريتا مش من البيتزات المفضلة عندي. تاني بيتزا معانا برضه ستيل أعتب عليهم إن هم مش كاتبين أسامي البيتزات من فوق، ولكن دي البيبروني. ده حجم البيتزاية، شكلها حلو بصراحة، حجم البيبروني فيها قطع كبيرة، لا مغطي البيتزاية كلها. وجاي معاها صلصه الرانش، تالي المفروض الرانش ده يجي مع التشيكن اللي هو تشيكن رانش. اكيد اكيد يعني البيتزا دي لو كنا جربناها في المطعم كانت هتبقى احلى من كده. بسم الله، عالية قوي الكلام ده. بصوا حجم البيبروني في الشريحه الواحده عامل ازاي، حرفيا ممكن تقوم بالبيتزا دي لوحدك، ثلاثه كمان مش واحده بس. حلو جدا، ده صوص الرانش تمام. الميكس ده مش راكب على بعضيه، يعني صوص رانش مع بيبروني ده مش راكب. العجينه هي اساس البيتزا، ما حتى ما يلكمكش كده او يوجع بطنك، في بيتزا بتبقى يعني ما شاء الله عليها. بص حتى شكل البيتزا من ورا مش محروقه، ما فيهاش حاجه،
عارف بقى لو اديناها لفه كده في الميكرويف، لكن هم مكتوب من بره ان انت ما تسخنهاش غير في الفرن. لو رحت المطعم وجات لك تهالي بنسبه كبيره هتبقى من البيتزات اللي بتشد جامد دي. بس خليني اقول لك برضو ان انت لو بتحب البيتزات اللي هي تجيب بيتزا تشبعك دي مش هتبقى قوي، دي من البيتزات الخفيفه كده اللي بتاكلها ما بتحسش بطعمها في بقك، تقعد تمضغ فيها كتير. البيتزا اللي بعد كده معانا هي تشيكن رانش، دي بقى فيها ميكس كده، هي بتبقى عباره عن قطع فراخ متبله كده، فلفل، بصل، مشروم، بس المشروم محروق يعني مش محروق قوي، ده بلان بس من فوق، متغرقه تشيكن رانش بس كده، والصلصه العاديه بتاعتهم. دي اكتر واحده تحسها جوسي كده، بس هو ليه ما جاش معاها صوص رانش؟ جايبين معاها وان ساو ساند ايلاند. بسم الله. فعلا زي ما قلت لك صوص الرانش ده مخلي الموضوع جوسي جدا، مخلي الموضوع متماسك كده في بعضيه. فراخ نظيفه ولكن تتبيلتها تحس ان فيها بصل شويه، طعم البصل زاق شويه في الفراخ. حاسس بس ان صوص الرانش هنا معسل شويه، دي برده حاجه انا حسيتها لما كنت بدوق صوص الرانش ده، الصوص تحسه معسل شويه. بصوا دي حلوه وشغاله كل حاجه، لكن البيبروني كانت احلى. جرب الصوص، صوصين مع بعض يعني رانش على وان ساوسند ايلاند. صوص الوان ساوسند ايلاند هنا بالذات في بيتزا ستيشن جامد جدا زي ما علمتك بقى، حلوه بصراحه. وما زلت بقول اجمد حاجه فيها العجينه، يعني انا اكلت تقريبا لحد دلوقتي 6 قطع بيتزا ولسه ما شبعتش، ممكن تكون دي حاجه حلوه وحاجه وحشه بس هي ما بتلكمش بطنك فاهمني. بصوا انا ما طلبتش العرض، بس انا زي ما قلت لكم كنت عاوز اجرب حاجه تانية عندهم، فلقيتهم منزلين الجديد عندهم السي رانش. طبعا انتوا عارفين مين اشهر مطعم في مصر بيعمل سي رانش. المهم الجميل عندهم بقى ان هما بيعملوا سلايسز، انت ممكن تطلب سلايس واحده بس يديها لك من حجم الفاميلي، الحجم الفاميلي اللي هو بيبقى 50 سم. بيجرز بيتر مكتوب هنا بول ات اب ولا يعني بصراحه يعني حجم الكرتونه في حته انا كنت متخيلها كبيره قد كده، ولكن هي بس البتاعة طويله شويه. ستيل حلو موضوع السلايسز ده ان انت لو مش جعان قوي عاوز تاكل حاجه يعني نفسك في بيتزا مش عاوز تجيب حاجه تدبها او تسيب بقيتها فممكن تجيب سلايس. حجم الجمبري هنا وعدده 1 2 3 4 5 6 وبصوا الجمبريه عامله ازاي، زيتون، بصل، فلفل، زيتون اسود كتير، غرق صوص رانش كتير جدا. بسم الله. المشكله بس ان صوص الرانش اللي عندهم ده معسل سيكا كده برضه، معرفش بس انا شامم ريحه صفاره شويه، بيتزا بردت ما بتهيأليش برضه ليها علاقه قوي، عشان انا لما قلت المره اللي فاتت ان الكابوريا ستيكس كانت يعني في مطعم تاني الكابوريا ستيكس كانت طازه هي الجاهزه اللي بتتباع في السوبر ماركتس، لكن دي عارف ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات، انا شايفها بصراحه لا طازه مش هي اللي بتتباع خالص في السوبر ماركت اللي هي الستيكس دي، دي كابوريا متقطعه حتت. البيتزا تحسها دسمه قوي بس فيها كميه مأكولات بحريه وكمية ميكسات في بعض، الزيتون وجمبري وكابوريا، تحس ان الموضوع دسم، موضوع انك تجيب البتاعة دي كبيرة مش عارف بيتهيألي هتبقى ضخمة جدا عليك او دسمة جدا عليك، موضوع العجينة عشان رفيع جدا فطعم كل الحاجات دي باين في بقك. هي مش رخيصة على فكرة، السلايس دي سلايس واحدة بس اوكي ب 55 جنيه ولكن هتضيف عليها ضريبة 14%، بمعنى ان هي ممكن توصل ل 10 جنيه، يعني السلايس دي ب 65 جنيه. يا جدعان ده تمن بيتزايا في محلات تانية. سي رانش على فكرة الميديم عندهم ب 110 تقريبا او ب 115. الناس اللي بتشكر اليومين دول في بيتزا ستيشن بتقول ان هي براند بيتزا يعني جاي ياخد حتة، ده ياخد حتة جامدة جدا من السوق كمان، محتاج بس ينتشر شوية. لا هم عندهم حق، تجربة بيتزا مميزة جدا انصحكم بيها وبشدة. الموضوع ده مش اعلان ولا حاجة، لو كان اعلان كنا جبنا باقي المنيو على فكرة. عندهم برضو حاجه كده كنت عاوز اجربها زي بيتزا برجر، ولكن دي انا هخليها هي مش حلقه لوحدها، هي حلقه كده بحضر لها اليومين دول. عندهم برضو مكرونه وحاجات زي كده، ولكن انا كان نفسي في بيتزا والحمد لله تجربه بيتزا مميزه جدا. تقييمي كتوتال لمحل بيتزا ستيشن هيبقى جيد جدا، الناس دي عارفه هي بتعمل ايه كويس جدا، موضوع عجينه البيتزا ده مش موجود في محلات كتير بما فيهم براندات معروفه ومشهوره، لا في فروع بتقلب الدنيا وفي حاجات خايش منهم جامد. نقطة سلبية عند بيتزا ستيشن هتبقى موضوع تأخير في التوصيل وموضوع ان هما ما عندهمش خط ساخن، او بمعنى اصح الخط الساخن اللي عندهم 011 مش رقم زي باقي المطاعم. هي مش حاجة جامدة قوي ولكن خلينا نقولها. ده كان كل شيء لفيديو النهاردة، اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. لو كنت جريت ريقك على البيتزا ومحتاج تجرب بيتزا اعمل لايك للفيديو وشير مع اصحابك، ما تنساش برضه تشترك في القناة، واستنيني فيديوهات اكل كتير الفترة اللي جاية، ما تنسوش يمين في يمين في شمال في يمين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.